نفتح مع حضراتكم مشاهدينا دلوقتي ملف دعم الطاقة، ويمكن زي ما نوهت في بداية الحلقة ملف دعم الطاقة من الملفات المهمة سواء للحكومة أو لينا كمواطنين. مهم جدا ان احنا نحس ان في اختلاف في دعم الطاقة، في ترشيد الطاقة، ده كله هنعرفه وهنعرف ممكن يتم ازاي من خلال تصريحات كمان لمسؤولين. احنا كلنا على امل ان يبقى في نوع من انواع الترشيد وانخفاض اسعار الطاقة في مصر، رغم يا ترى ان ده ممكن يبقى حلم بعيد المنال ولا قريب، ده هنعرفه حالا من خلال ضيفنا الكريم دكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز. منورنا، اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك يا فندم. يعني يمكن خليني ابدا بسؤال، دايما احنا بنركز على المواطن وان المواطن يرشد من استهلاكه للكهرباء، لكن خلينا نبدا نعكس لان المواطن دلوقتي وعايز يعرف ايه خطة الحكومة لدعم الطاقة، فخلينا نبدا بيها. بص حضرتك، هو ما فيش شك ان مش مشكلة ان المواطن يرشد او مرشدش او الحكومة تخطط او ما تخططش. الشيء الطبيعي ان اي واحد مننا يرشد في استهلاكه عشان يوفر في النقود اللي بيدفعها والمصاريف اللي بيعملها. يعني الترشيد نفسه ده عمل ايجابي. ترشيد في كل شيء. فده واجب المواطن انه يرشد، والمواطن ما كانش بيرشد لان الحكومة كانت بتدفع دعم، فبالتالي بيحس ان حاجة ملهاش قيمة بياخدها بأقل من قيمتها، فبالتالي مش فارقة معاه. لكن المفروض ان الحكومة تدي كل حاجة بقيمتها، يقوم كل واحد يحس ان هو لما بيستهلك اكتر بيدفع اكتر ثمن، يقوم يرشد في استهلاكه. طب خلينا نعكس الموضوع ونفكر، هو ليه المواطن بيعترض على فكره، يعني نحط نفسنا مكان المواطن، هي يمكن الحكومه لما كانت بتدي دعم، لان احنا عندنا متوسط دخول منخفض، فالنهارده لما الدعم يتشال تدريجي عن الطاقه بكل بقى مشتملاتها مش بس الكهرباء، بالتالي نفس متوسط الدخل المنخفض هو المواطن ما بيبقاش عارف يعمل ايه. يعني لو متوسط، يعني لو مواطن متوسط ما فيش في بيته غير جهاز تكييف ومع درجه الحراره العاليه، كويس قوي. طالما وصل السؤال اتفضل. الفكره ما فيها ايه؟ هناك ازمنه بتختلف عن ازمنه اخرى. بمعنى احنا كنا متبعين النظام الاشتراكي ايام عبد الناصر، فكانت الدوله بتقول للناس اشتغلوا وانا هتكفل بان انا اكلكم واشربكم واعمل كل حاجه، انا ماما وانا بابا وانا كل حاجه، خلاص كويس. وما كانش في اي حافز عند الانسان انه يكبر ويبقى صاحب مصانع لان اي حاجه بتتامن. طب احنا غيرنا السيستم ده. ما ينفعش بقول والله انا طول عمري متعود ان باخد الكهرباء بخمس صاغ وهي كان قيمتها مثلا 50 قرش والحكومه تدفع لي الفرق. لا. طيب نفس الشيء، الحكومه ما يجبش ان هي تحاسب المواطن على سعر اعلى في حين انه دخله اقل. ديت معادله. فيجب ان الحكومه تعمل المعادله الصح. يعني انا عارف ان مرتبات الناس كانت قليله لان انا كنت بدعمهم. جميل. خلاص؟ فده بيقابل ده. تمام. الطبيعي ان انا بقى الهدف من الدعم ده ايه؟ الهدف كان من الدعم ده نوقف جنب الناس البسيطة في اوقات. لا هو اصلا الدعم اصلا كان بيروح لكل الناس. لا الدعم اساسا بسيط وغير بسيط. كفكرة كانت دعم وزارة التموين ده عشان كان ايام الحروب. وايام التحول من نظام لنظام. النهارده خلاص احنا عندنا نظام راسمالي ونشوط. المفترض ان كل حاجة تتباع للمواطن بتكلفتها. لان الجاب اللي موجودة بين الدعم وبين التكلفة الحقيقية بين اللي بياخده المواطن دي فيها لعب كتير قوي. وبتروح لغير المستحقين، وبالتالي الحكومه بتدفع فلوس كانها بترميها في الزباله. تمام. لان الناس ما بتستفيدش بيها اللي هم المقصود يروح لهم. فاحنا الفكر الطبيعي للاقتصاد نقول ايه؟ كل حاجه تتباع بتكلفتها. طيب وهل كده وبس؟ لا. في بقى عنصر تاني للمعادله. لازم المواطن الغلبان ده اديله قيمه الدعم اللي انا شلتها. واسيبها من الراجل الغني ما اديهالوش. يبقى هنا لازم اصنف الناس. وده يمكن حاصل دلوقتي. لا هو مش حاصل، هو مش حاصل، والحكومه ما زالت بنسبه مش حاصل، الحكومه ما زالت بتشتغل بطريقه مش عجباني. المفترض ان احنا ناخد تجارب الاخرين ونشتغل بها صح. اللي هو ايه؟ انا يهمني النهارده سلعه معينه دي ثمنها النهارده مثلا 10 جنيه. حقيقه الامر هي ثمنها 50 جنيه. طيب انا هرفعها ل 50 جنيه. عشان ما اخليها بتكلفتها. ال 40 جنيه دولت هديهم للمواطن. اقول له دول 40 جنيه، طب انا عملت كده ايه؟ ال 40 جنيه اللي خدهم المواطن ده عشان هو ما يتاثرش لان هو دخله محدود. لكن اللي هيتاثر
الافندي التاني الغني اللي كان بياخدها بسعر المواطن الغلبان. لان انا مش هديله. تمام. فبالتالي هو ده اللي يشيل، وهو اللي يجب يشيل. فده فكره الدعم اللي احنا بنتكلم فيها. يعني قبل ما انا ارفع الاسعار لازم ادي البديل بتاعها للناس محدود الدخل. تيجي تقولي لي والله انا مش عارف احدد مين اللي هياخد ومين ما ياخدش. احنا قلنا ما عندناش قاعده بيانات، هي دي كانت مشكله الحكومه كلها. قلنا لهم بلاش، خدوا قاعده بيانات اللي عندنا اللي هي الرقم القومي. ادوا الناس كلها برقم القومي. هتخرجي الاجانب وهتخرجي المصانع والشركات والكلام ده كله يخرج بره. ده خطوه اولى. الخطوه الثانيه نمسك بقى الرقم القومي ده ونطلع منه البيانات اللي تقول ده راجل يستاهل وما يستاهلش عن طريق انت بتصرف كام. وانا شخصيا بقول اللي بيصرف لغايه 10,000 جنيه في الشهر غلبان. في ظل الاسعار الحاليه. اللي اخد 10,000 جنيه ما يديلوش. خلاص اتحلت المشكله. طيب لو جينا اتكلمنا، هو جميل ان حضرتك حلتها، بس خلينا برضو نتكلم على ان المواطنين، ويمكن خلينا برضو نعترف ان احنا نسبه كبيره جدا من 100 مليون مصري يعتبروا محدودي الدخل. يعني لو هنتكلم على متوسط الدخل او دخله مرتفع دي نسبه تعتبر بسيطه. فلما يبقى في تصريحات ان احنا هيبقى عندنا مصادر للطاقه مختلفه ومش عارفه حقل غاز تم افتتاحه او استخراجه منه كذا، ومحطة الضبعة اللي هتوفر لنا كذا، ده احنا هنصدر الكهرباء بعد كده، ده كلام تاني. المواطن بيبقى عنده دايما امال ان يا سلام ده احنا هنبقى عايشين عيشة فل. صح. وفي نفس الوقت الاسعار هتنزل، يا اما المرتبات هتعلى. مظبوط. والمواطن برضو دايما بيبقى عايز النتيجة السريعة، مش عايز النتيجة اللي هي بعد 10 سنين او بعد 20 سنة. لا لا. ان يجي يقول لك طب ما انا هعيش لحد ما اشوف ده، طب ولادي هيعملوا ايه؟ لا انا اقول لك، انا يا ستي الكلام اللي انت قلتيه ده حقيقه ما فيهاش جدال. احنا عندنا ناس كتير قوي محدودين الدخل. ولكن برضو احنا انفاقنا للناس ديت، في ناس كتير مستغله وبتاخد كميات كبيره جدا من الدعم بصرف النظر بقى عن الدخل بتاعهم. فبالتالي اللي احنا بنتكلم فيه لا ندي الدعم المستحقين. وده هيوفر على الاقل خالص 50-60% من الدعم اللي بيطلع. تمام. خلاص نمره واحد. نمره اتنين، هل احنا بنصل على كده؟ لا. المفترض ان احنا بنحسن اقتصادنا وبنزود الدخل القومي عشان نرفع من مستوى معيشه المواطنين. فكل ان انا اسعى ان انا اطلع غاز كتير، اسعى ان انا اطلع انتاج كتير واعمل مصانع كتير، مش معنى ذلك ان انا لما بعمل الحاجات ديت يعني ايه يبقى خلاص اعملها عشان اخفض الاسعار او اعملها عشان ازود دخل المواطن. هو شيء طبيعي كده. شيء طبيعي ان لما بزود الانتاج يعني يبقى دخل المواطن بيزيد، يبقى الانفاق على الخدمات يزيد. الخدمات دي المواطن يحس بيها. يعني هيعلم ولاده ما يدفعش فلوس خصوصيه، يروح المستشفى يتعالج بالظبط، ما يدفعش دم الدواء، يروح يلاقي الخدمات سهله بالنسبه له. لما ما بتوصل لناش بتكلفتها بنفس عمله، هياخد قيمه عمله بالظبط كده بالعمل. وبالتالي لما يعمل كده يبقى زينا احنا، مش عايزين مش هنقلف احنا. الشيء الطبيعي ان انتاج الانسان لازم يكون اكتر من استهلاكه. اي انسان لازم يكون انتاجه اكتر من استهلاكه، الحد الادنى ان يكون انتاجه قد استهلاكه. اما ان يكون انتاجه اقل من استهلاكه هي دي المصيبه. فده اللي احنا عايشين فيه. فاحنا عايزين نعود الناس ان هم يرفعوا من انتاجهم، ونقول له ربط الاجر بالانتاج. بمعنى ذلك ليه؟ لان احنا الفكر والثقافه اللي موجوده عند المصريين من ايام العهد الاشتراكي ان انا اشتغلت زي ما اشتغلتش انا باخد مرتبه بس. ده عايزين نشيله خالص من القاموس بتاعنا. عايزين ندي الناس امل، نديهم مش التشجيع ان هم لو اشتغلوا اكتر هياخدوا اكتر. هو مازال موجود يا دكتور. ما هو انا بتكلم عشان كده. يبقى هنا نغير من السيستم البلد ونقول للناس اشتغلوا كده. الاصلاح الاقتصادي او الاصلاح الاداري او وات ايفر ايا كان نوع الامور الغير معتاده بالنسبه للمواطن المصري. حضرتك تكرمت وقلت ان احنا يمكن متعودين على شكل معين من ايام الاشتراكيه. اللي حاصل ان ابدا كان ده ماشي في سكه والمواطن ماشي في سكه، فمش عارفين يتقابلوا، فما بقاش في غير الشكوى اللي هو الاسعار غاليه، الطاقه غاليه، طب انا ارشدها ازاي؟ طب انا اعمل ايه؟ وفاتوره الكهرباء اللي كانت بتيجي ب 100 جنيه اصبحت بتيجي ب 1000 جنيه. ففي خلينا يعني نقول الكلام اللي هي ممكن الناس فعلا تطبقه. يعني انا النهارده لما يبقى مواطن دخله مثلا 3000 جنيه وكان متعود يدفع كهرباء 100 جنيه اصبح بيدفع 1000 جنيه كهرباء وشايف ان هو بيحاول يرشد، بقيه الشهر
الشهر هيكمل ازاي؟ بص حضرتك، انت بتتكلمي بطريقه يعني ان ده هو الواقع، ولكن خلينا نفكر بطريقه تانية. انت كنت بتساعدي ابنك وبتدي له كل حاجه معاك عشان يصرف، بفطمه. ابنك المفروض كبر خلاص بقى، لازم يتولى اموره، لان طول ما انت بتساعديه وطول ما انت متوليه بيه امره مش هيشتغل. انما لو انت بداتي تحفزيه على انه يشتغل، على اساس انه يبدا بقى يتكفل بنفسه ويشتغل، هيشتغل. هو ده اللي عاوز اوصل له. الحكومه النهارده بتقول لك انا هديك السلع بثمنها، ما اقعدش اساعدك، بس مطلوب ان هي لما تعمل كده تتكلم معاه من الناحيه الثانيه بقى، تقول له على قد ما هتشتغل على قد ما هتاخد، ما فيش حاجه اسمها مرتب ثابت. اذا الحوافز عندنا اشتغل خد، اشتغل ساعه مثلا، الساعه ب 20 جنيه، لا اشتغل 20 ساعه هتاخد 200 جنيه في اليوم، هتاخد 3000 جنيه في اليوم، انت حر، على قد ما تشتغل بتاخد. يبقى انا بخلي المواطن هنا يحس ان هو فعلا هيبقى قادر انه يغطي مصاريفه، لانه عنده مصدر ازاي يزود دخله. مين بيعمل كده؟ مين او مين اللي مضغوط كده؟ الموظف اللي هو صاحب الاجر الثابت في اخر الشهر. يعني في بعض المهن، ايه اللي جابره على كده؟ بعض المهن مش متاثره، معلش ده من اول عامله النظافه اللي ممكن تروح تنظف البيت بتعلي اجرتها، اللي طيب بيبيع شفت انت قلت ايه؟ بيعلي اجرته. لو سمحت شفت انت قلت ايه؟ كل الخدمات يعني هي قادره، الست اللي بتكلم بتشتغل عامله نظافه بدل ما كانت بتاخد 100 جنيه في اليوم، النهارده بتاخد 200 وبتاخد 300. تمام. معنى ذلك ان هي قادره ان هي تأدي عمل صح وتجتهد وتاخد فلوس. لا هي بتؤدي نفس عملها، مفيش اي ولو شيء ولو مختلف. مفيش مشكله، ما عندناش مشكله، يعني هنا هي قادره ان هي ترفع دخلها. يبقى هنا خلينا نفكر الكلام ده. انا لو شايف ان هي بترفع الدخل بس بنفس الانتاج، انا ده اللي عايزه اوصله لحضرتك. يعني النهارده الورقه دي هي نفس الورقه. لا 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 بعد اذنك انا هبيعها بنفس. لا لا بعد اذنك هقول لك على حاجه بقى. حضرتك كنت ظلمها. يعني ايه كنت ظلمها؟ يعني كنت بتديها الاكر اللي على قد انتاجها ده فعلا، بس في الوقت ده. النهارده انت كمان دخلك زاد وعايزه تثبتيها على كده، لا ما ينفعش، يبقى لازم هي كمان دخلها يزيد على نفس العمل. هو ده عايزين نوصله. مين اللي اجره زاد؟ مين اللي اجره زاد؟ حضرتك انا بس شغاله عندك. ما انا بقول لحضرتك ان الموظف اللي صاحب المرتب الثابت اخر الشهر هو اللي دخله ما زادش او بيزيد، ما هو ده اللي انا عايز اوصله فيه بقى. مقارنه بالاسعار مش مطلوب من الموظف ده انه دخله يبقى ثابت زي الدنيا كلها بتشتغل، يبقى المنظومه كلها بالظبط. هو ده اللي انا عايزينه. مش عاجبه الشغل ده يسيبه، هيضطر صاحب العمل انه يديله اجر زياده. تمام. خلينا نتكلم بس قبل اي حاجه، لازم انتج انا، يعني الست اللي بتشتغل عندك ديت لو هي مش قادره تديك اللي انت عايزاه، انت مش هتديها فلوس. طب لحد ما المنظومه تتغير احنا خلينا بنتكلم في واقع موجود. وبصفه حضرتك ان هيك رئيس جمعيه مستثمري الغاز، حضرتك قول لنا خطه تقدمها كده للمواطن اللي هو عايز يرشد من استهلاكه للطاقه، سواء في البيت او في اي مكان، حتى في عمله او في عربيته كبنزين عربيته، ازاي ممكن ان هو يرشد استهلاكه في ظل مرتبه اللي هو ممكن يكون ثابت. بص حضرتك، اي انسان مننا بيحسب دخله قد ايه ومصروفاته قد ايه، واكيد بيستغنى عن حاجات عشان مرتبه يكفيه. يعني هو قادر ان هو يعمل ترشيد. تمام. خلاص؟ نيجي بقى نتكلم في موضوع الترشيد بالنسبه للطاقه. النهارده انت بتقولي لي فاتوره الكهرباء كانت ب 100 بقت 500 مثلا. طب لازم افكر انا كمان. انا عندي كم لمبه في البيت وعندي كم حاجه بتشتغل، احول اللمبه دي الليد. اقوم اخفض 70% من استهلاكها. اتنين، اعود الثقافه للاطفال واللي قاعدين في البيت ان المكان اللي هو فيه يفتح النور لما يكون موجود، لما يخرج يطفيه. اعود الناس ان احنا المكان اللي بنشتغل فيه ما شغلش تكييف في اوضه انا مش مستخدمها. ويا ريت كلنا لما نجتمع نبقى في مكان نشغل التكييف وكل حاجه في المكان ده، بس خلصنا نقفله. ما يفضلش شغال ليل نهار وانا مش هاممني. او لما الاوضه تسقع ممكن نقفله شويه وبعدين نشغل. نفكر ان لو الجو كويس ولطيف نفتح الهواء ونقعد فيه. هوا ربنا بقى. هوا ربنا. يعني ده شيء طبيعي. ولما نشغل المكيف ما نشغلوش على اقل درجه. نشغله على درجه 24 او 25 اللي هو يبرد الاوضه اللي هو المستوى الطبيعي، لكن ما ننزلوش على 16 واقل درجه، يقوم يستهلك اكتر ويعمل شغل طول الكمبيوتر بتاع شغال على طول. في وسائل كتير قوي
ان انت ترشدي والناس كلها عارفه الوسائل دي. ان انا ارشد الميه، ان انا اخلي بالي ما استفادتش الحنفيه مفتوحه على طول. امتى الناس هتحس بكده؟ لما هو يحس ان كل حاجه بتغلى فلازم لها قيمه عنده هيرشدها، وطريقه الترشيد معروفه للناس كلها. انما طول ما احنا سايبين كل حاجه رخيصه عمره ما حد يرشد حاجه. في ناس يمكن بتتريق تقول احنا كنا بلد الكرم، دلوقتي مش عارفين نبقى كرمه من كتر ما الحاجات اسعارها بقت زياده. ملهاش علاقه بالكرم. بصي الكرم حاجه، وانك انت تبقى مبذر حاجه ثانيه، او ان انت تبقى مهمل في حاجتك وما ترشدش حاجه ثانيه. الشيء الطبيعي انا ليه اعمل حاجه كميه اكل رهيبه وارميها في الزباله؟ عشان هو ده كرم؟ لا، ده اسراف. يمكن ما بنشوفوش بره، ده اسراف، بيبقى كل واحد على قد احتياجاته. مهما كان الراجل الغني بره في الخارج، السخاء بتاعته، الغنى ما هواش باللي انت تطلع حاجات كتير وترميها. لا، حرام. ربنا انت لازم عليه. انت لازم تقول والله انا هحط الكميه كلها على قد ما تقدر، بس الباقي يتحافظ عليه خلاص. لو انا عملت كده انا برشد، انما انا احط قدامي كميه اكل قد كده، اكل حبه قد كده والباقي ارميه، هو ده هو ليه؟ لانه ملوش قيمه عندي. انما لو له قيمه الناس هترشدها. بره بقى بيرشد عشان المبادئ، مش عشان حتى القيمه. القيمه نمره واحد، لكن نمره اتنين كمبدا. يقول لك حرام ان انا اسيب الحاجه دي. يعني هديك مثال والله كان موجود في على الميديا، ان واحد في بتاع مطعم دخل في اليابان ولقى الاكل بتاع الراجل سابه، خده كله وراح دفع الفلوس ده. ده مثال بيدي